كده ليه؟ مش عارف. محتاس كده اقول لي في ايه؟ اصل انا كنت بدور على حاجه كده. الكلمه دي معناها ايه؟ او اصلا اصلها ايه؟ حالا تسمع وهتفهم هنا اصل الكلمه دي ايه. اصل الكلمه القميص. اول قميص في التاريخ لقوه في مقابر الفراعنه، وكان مصنوع من الكتان من 3000 سنه تقريبا، ولسه موجود لحد النهارده في متحف الآثار المصرية في لندن. لكن يا ترى إيه أصل القميص؟ المراجع التاريخية قالت إنه كلمة عربية الأصل، وانتشرت في إنجلترا على إيد إيرل ويلتشير في القرن الـ16، ومن إنجلترا خدها الفرنسيين وعدلوا اسمه للشميز، وساهم الفرنسيين في تطوير أشكال القميص بشكل كبير. وبعد ما كان ما بيتلبسش غير في المناسبات الرسمية بس، اتحول القميص بمرور الزمن لواحد من أكتر أنواع الملابس المنتشرة في جميع أنحاء العالم.